اهلا وسهلا بحضراتكم. من جملة العادات السلبية اللي الناس كتيرة بتسأل كتير من المتخصصين النفسيين عشان يتخلصوا منها في شهر رمضان هي عادة التدخين. لحظة يا دكتور، هو التدخين عادة ولا ادمان؟ خلينا اقولك ان حتى باقي المقدرات ما بقيناش نطلق عليها لفظ ادمان. لفظ الادكشن تم استبداله في اخر ارتكلز من الجمعية الامريكية لعلم النفس انه ديبندنس، ما بقاش فيه ادمان، بقى فيه اعتماد. واحد الابحاث اللي اتعملت في جامعة هارفارد لقت ان الناس بتتعلق بالتدخين مش لنقص نسبة النيكوتين في الجسم، وانما لاعتمادها نفسيا بشكل واعي او لا واعي، شعوري او لا شعوري، على ان هذا الامر بيطفي شيء من السكينة عليه. وقعدوا يدوهم بعض الحاجات اللي ممكن تمثل التدخين الالكتروني اللي اتنشر وانتشر اكتر استخدامه في الفترة الاخيرة. هنا بتكون نسبة النيكوتين تقريبا معدومة، بس بيلبي الإحساس النفسي عند المدخن إن أنا لازلت معتمد على حاجة. المعتمد في الغالب بيكون عنده ضعف بشكل أو بآخر في ثقته بنفسه، عشان كده دايما بيبقى محتاج حاجة تدعم هذه الثقة، وده اللي بنسميه السايكو سبورت. قانون اكتساب العادات أو التخلص منها بيقولك إن أي عادة هتمارسها من 7 أيام ل 27 يوم هي بقت عادة أصيلة في شخصيتك، وأي عادة هتكف عن ممارستها من 7 أيام ل 27 يوم العادة دي مبقتش موجودة في حياتك. على سبيل التعود، انت بتتعود على حاجات كتيرة ممكن تدمر يومك، وعلى سبيل التعود بتتعود على حاجات اكتر ممكن تحسن من مودك. ان كان التدخين في حياتك ادمان، انا بصحح لك هذه المعلومة، ده مش حقيقي، وكلينيكالي التدخين لا يسبب الادمان، يسبب الاعتماد النفسي قبل الجسدي. ومن هنا لازم تفك هذا الاعتماد، وفك هذا الاعتماد بفك التشريط. حصل ارتباط شرطي بشكل ما بين أداة التدخين سواء كانت شيشة أو سجاير أو غيرها، وما بين موقف التدخين إن أنا لازم بعد الأكل أحبس بيها، إن أنا لازم وأنا قاعد بفكر معاها. الأمور دي كلها أقرب للضلال منها إلى الحق، لأن كتير من الناس لما إجينا نقيس معامل تركيزهم لقينا إن المدخنين عندهم attention deficit، يعني تشتت في الانتباه. حاول تستخدم أهم ميزة ممكن تجمعك في رمضان، حاجة اتكلم عنها يونج وقال اسمها العقل الجمعي، ان كل اللي حواليك بيعملوا نفس الطقس تقريبا. وانا اوعدك وعلى مسؤوليتي الشخصية، بعد مرور اقل من 3 اسابيع خلال شهر رمضان بامتناعك التام عن التدخين وبشكل مفاجئ، وما تقولش يعني هستخدم ده بشكل تدريجي، هتلاقي الموضوع انتهى واصبح الى زوال، وحياتك هتبقى مستقرة بلا تدخين. واشوفك ان شاء الله وانت متعافي من هذه العادة.